دولة الرئيس يعني يمكن اللبنانيين ويمكن المستثمرين العرب ويمكن الناس اللي لهم مصالح في لبنان، ما هي في رأيك الاختراق اللي ستعمله أو تتوقعه في العمل الحكومي؟ بشكل عام برأيي وبنظرتي السلطة لها قوام ثلاث: الأمن، الإدارة، الاقتصاد. لأن لا اقتصاد سليم دون أمن، دون إدارة، ولا إدارة صحيحة دون سلطة وأمن. فهذه الأمور متكاملة. اليوم بكل اجتماعاتي وخاصة الاجتماعات الأمنية أركز أن الأمن خط أحمر. لا أستطيع أن أقول لمستثمر أن يأتي إلى لبنان ويستثمر في لبنان ولا سمح الله يوجد خلل أمني. فهذا الأمن هو الأساس. أريد أن أكرس الأمن والاستقرار لأن هي المؤشر الأساسي لمستقبل لبنان. ستغير الوجوه الأمنية المحسوبة على 14 آذار؟ يعني من يعرف نجيب مئاتي يدرك تماما أنني لا أنظر على الشخص، يعني أنا لا أنظر على طائفية الشخص ولا أنظر على مناطقية الشخص. بس المناصب بالطائفي. فهل صح؟ أنا صح يعني على طائز إنه أنا أتعامل معه؟ نعم هو من هذه الطائفة، بس ولكن لا أقول لا أتعامل معه وأتعامل من انتماءاته الفكرية أو السياسية. وبالتالي لا يمكن أن أصنف شخص أنه ربما عاطفته هي مع 14 أدار أو مع 8 أدار. أقوم المناقبية، الانضباطية، الأخلاقية، حسن العمل. وأنا برأيي اليوم القادة الأمنيين تنطبق عليهم هذه المواصفات بدون استثناء، من قائد الجيش إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي إلى مدراء الأجهزة الآخرين. فبالتالي لست بوارد أي تغيير بالوقت الحاضر، فهذا واضح عندي وأوضحت هذا الأمر للجميع. فخلال اجتماعاتي دائما أركز على أن الأمن ضرورة، والأمن يجب جميعا أن نسهر على حسن الأمن وحسن أمن المواطن. طيب أنتم غيرتوا في العرف حينما أعطيتوا للسنة مقاعد أكثر عشان تحلون المشكلة، طيب، أو علشان يحل بعضكم المشكلة. هل ستعملون على في هذا العرف أنكم تغيرون في تركيبة الطائفة في المناصب؟ لا، هذا مش وارد. يعني مثل ما هلا انه نحن كمان واحدة من ثغرات الحكومة الموجودة هو وجود امرأة. فنحن سنعوض عن عدم وجود الامرأة انه بالتوظيفات والتعيينات سيغلب العنصر النسائي. هي ليش غابت المرأة على فكرة؟ ليش غيبت؟ صراحة لانه التسميات اللي اجت من كل الكتل هي رجال. تسميات ذكورية، تسميات رجال. أنا كنت أتمنى وفخامة الرئيس أقول صدقا كان دائما يتمنى بأن يكون توجد نساء، وأنا أعطيت وعود لكل المنظمات النسائية والمجلس النسائي اللبناني بأن نساء. تجربتكم مع النساء غير مشجعة كانت؟ على العكس، كل من تعامل، وكانت التجربة ممتازة حتى ليست في لبنان، في العالم نرى أن النساء من حيث الأداء ومن حيث الإنتاجية أكثر بكثير من الرجال. طيب، يعني أنت تكلمت بصفة عامة عن اختراق ما سيجري، ما هي بماذا تعد اللبنانيين؟ أعتقد أن اللبنانيين شبعوا كلاما. إيه؟ يعني خلاص شبعنا. يعني أنا مني وبعتقد أنا كلبناني شبعت كلام. أنا قلت كلنا للوطن، كلنا للعمل، فلنعمل. بإذن الله سيرى الله عملنا، وسيرى المواطن عملنا، وسيرى المواطن الأخ العربي عملنا. نحن اليوم في ورشة عمل كاملة. أنا اليوم أسبوع على تولي رئاسة الحكومة، السلسلة من الاجتماعات اللي قمت فيها والمتابعة اللي عم قوم فيها، إن كانت على الصعيد الأمني، إن كان على الصعيد القضائي، إن كان على الصعيد السلك الخارجي، كلها مستمرة لكي يشعر اللبناني أنه نعم يوجد من يسهر على مصلحة لبنان، يسهر على سيادة واستقلال لبنان، يسهر على أمن المواطن اللبناني، ونتطلع إلى رفاهية لهذا المواطن فيما بعد خلال إجراءات اقتصادية أساسية يشعر اللبناني حقا بأنه وجدنا إليه فرص عمل، وهذه فرص عمل لا يمكن أن تكون
إلا ضمن جلب استثمارات جديدة. فنحن اليوم كان خلال هو السؤال اللي يسألونك يا الاقتصاديين، كيف ستكسب ثقة الناس؟ يعني أنت حكومتك طبعا عليها هجوم كاسح ماسح بإجراءات طبيعي، ها؟ طبيعي، وهي مواجهة ومدججة بالسلاح على قدر أهل العزم تأتي العزائم، تطلع بلباس الكاكي العسكري. صحيح، ها؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وأنا بعتقد الناس وخاصة اللبنانيين المخلصين اللي بنسميهم الأكثرية الصامتة في منازلها، وأنا بعتقد الأخوة العرب عم بيدركوا أنه حقيقة في عمل حيكون مميز في لبنان خلال الفترة القادمة. الوعود هي الأمن، إملاء الفراغ في الإدارة، في الشخص المناسب. أنت حسيت أن الإدارة فيها ترهل أول ما استلمت الوزارة؟ حسن فيها ترهل؟ ترهل كامل لسوء الحظ، ترهل كامل. عندنا مراكز أساسية في لبنان أصبحت بفعل الزمن تقاعد المسؤولين عنها ولم يعين أحد. يعني لدينا مراكز تفوق 400 مركز للتعيين، 400 وظيفة 400 وظيفة بين وظائف ومجالس إدارة للمؤسسات العامة. فمن هم من هنا لدينا الكثير من العمل. سنسعى، أنه ليس عمل سهل في لبنان، أن حكومة لم نستطع أن نؤلف إلا بأربعة أشهر. تعيين 400 شخص ليست بالسهولة طبعا. ولكن سأسعى بكل لكي 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 نجد الآلية المطلوبة، ويوجد آلية وضعت لتعيين للتعيينات، سأقوم بإتباعها لإيجاد الشخص المناسب في المكان المناسب ضمن التوازن الطائفي الكامل. طيب، أنت شايف الآن أن الظروف اللي تجري في المنطقة، يعني في العالم العربي، في سوريا، في مصر، في أنها ستخدمك، ستشغل الناس عنك، ولبنان لا يصبح يعني أداة ووسيلة سياسية في المنطقة، أم أنها العكس؟ أي استقرار في المنطقة ينعكس استقرارا في لبنان. يعني أنا لاحظت لما صار اللي صار في مصر وبعد تونس وبعدين مصر، خفت الكلام عن المحكمة. كنتوا أول أنتم يعني في واجهة في الصفحة الأولى، ثم أصبحت أخباركم مثل أخبار العراق. يعني أنا أتمنى أن نبقى في الصحف الأولى بالإنجازات وبالاستقرار، وبأن يكون لبنان مركز لاستقطاب الاقتصادي والاستقطاب الثقافي والاستقطاب الأخوة العرب إلى لبنان. هذا يعني ما أتمناه، وهذا ما سأسعى إليه حتما خلال إجراءات اقتصادية، إجراءات معينة سنقوم بها لجذب هذه النخبة. طيب، العربية. أنا بعيد عليك السؤال، أنت يعني بارع في الخروج من الإجابات، أنا بطرح عليك السؤال مرة ثانية. أنا أقول ما يجري في المنطقة وفي سوريا تحديدا، هل يمكن أن يكون يفتح انفراجا ما في قضية المحكمة، أم يغلق أبوابا كانت يعني مواربة؟ لا أقول بقضية المحكمة بالذات، ولكن أقول أن الوضع بسوريا نحن اليوم بترقب، لنكون صريحين، هذا الوضع قيد الترقب. لا يمكن لأحد أن ينجم ويقول ماذا سيحصل، والتداعيات لا يمكن لأحد أعرف ما هي التداعيات على المنطقة ككل. فالأمر أنا دوري أن أقيم نوع من عازل بين هذه التداعيات وبين الوضع الداخلي في لبنان. دوري اليوم أنا أناشد كل لبناني مخلص أن نعمل سوية، بغض النظر عن المراكز وبغض النظر عن المواقع. علينا أن نسعى لنوحد الصف اللبناني لرد أي تداعيات سلبية لا سمح الله على الساحة اللبنانية. هذا ندائي. أقول أن الوضع سينعكس إيجابا أو سلبا، لا أستطيع أن أتكهن بهذا الموضوع على ضوء ماذا سيحدث، ولكن الأساس علينا أن نحصن ساحتنا اللبنانية تفادي أي عمل سلبي لا سمح الله، أي انعكاس سلبي على الساحة اللبنانية. طيب، أنا أبغى عندي سؤال استتباع لهذا. واضح بالإجابة ولا واضح. كمان أي لحد ما هل لحزب الله مصلحة في قيام دولة قوية ومركزية في لبنان؟ أعتقد ليس لأي طرف مصلحة بإضعاف الدولة حتما. يعني من يعتقد أنه أقوى من الدولة يخطئ، من يعتقد أنه يحسن إضعاف الدولة يمكن ليوم يتقدم على الدولة، ولكن في المدى البعيد الدولة هي الأساس.
الدولة هي راعية كل الأمور، وأيضا أقول ستنظر خلال بيان الوزارة عن دور الدولة. الدولة هي الأساس وهي حاضنة كل الأمور، بدون دولة لا نستطيع أن نعيش. كما قلت سابقا، لا أحد ينحر نفسه، لا حزب الله ولا أي فئة أخرى تنحر نفسها إذا اعتقدت أنها أقوى من الدولة. إذا لماذا الأيام هذه الصوت مرتفع؟ يعني فيه ناس، خليني أكون يعني مثلا التيار العوني شكل الحكومة وكسب، ومع ذلك في صوت عالي في البلد، يعني في توتر إعلامي إذا شئت. منين جاي هذا؟ إيش السبب؟ يوجد معارضة. فريق كبير من اللبنانيين لم يشارك في الحكومة، وحقه أن يعارض، ولديه الأجهزة الإعلامية. أيضا اللي في الحكومة صوتهم عالي على المعارضة، إحنا زمان نعرف أن المعارضة اللي صوتها عالي. لا، اليوم ذولاك صوتهم عالي، صح، ومن حقهم لأنهم معارضة. لسوء الحظ هل نوع من 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 الأدبية السياسية، لسوء الحظ عم بيخف في لبنان. وأنا دعوتي دائما لكل هذا السجال، من يريد أن يدخل بنقاش فندخل بنقاش، ولكن نقاش بناء، لا نقاش نتكلم لكي نتكلم. الكل يتكلم من أجل الكلام، الكل يتكلم لتسجيل موقف. ألا ترى يا دولة الرئيس أن بعض التصريحات بدأت تطال الطوائف لا تطال الأشخاص؟ فيها بعضها وصل، يعني فيه وخز للطائفة وليس وخز للشخص. يعني المهم أن نحصن الجبهة الداخلية، أن نترفع عن هذا الأمور. لا خيار لنا نحن اللبنانيين إلا أن نكون معا ونكون سوية، وأن نعترف أن كل طائفة هي قيمة مضافة في لبنان، أي طائفة كانت، من أكبر طوائف إلى أصغر طوائف. نحن كلنا في هذه الحكومة أو خارج الحكومة أو في الوطن، كلنا يجب أن نكون حقيقة أن نتبع كلنا للوطن، كلنا للعمل. ماذا ستفعل للإعلام اللبناني؟ الإعلام اللبناني في كل الأزمات اللي صارت انقسم وأصبح طائفيا وأصبح ملون. أنت بدون ما أسمي، إذا تبغى تعرف تقرأ 14 أذار تشتري جريدة معينة، نعم، ولا تشوف قناة، نعم، وإذا بتشوف 8 تقرأ جريدة معينة. لم يعد في لبنان صحفا ولا وسائل إعلام تستطيع أن تقول هذا يقول عن لبنان. صحيح. أولا يعني لا يمكن من المسلمات أن أمس بالحريات، هذا أمر مقدس في لبنان. يعني مثل ما بقول، اعمل شو ما بدك بلبنان بس ما تمس بالحرية، بدك تخلي الحرية كاملة. يوجد شعرة بين الفوضى والحرية، وهذه الشعرة صعب تجاوزها، صعب انك تقدر تستأصلها. فبالتالي لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس بيدي. خايف تتهم أنك تمس الحرية؟ أن لو لا يمكن أن أمس الحرية، لأنه أنا من مسلماتي هي المحافظة على الحرية، والحرية هي مقدسة دستوريا. فندائي لأجهزة الإعلام أن تكون موضوعية. أنت قلت أنه واحد بيشتري هالجريدة صارت معروفة لهالطرف، أو هالجهاز التلفزيوني لهالطرف. أنا كل ندائي طلب أن تكون هذه الأجهزة. أنت ستمتلك جهاز إعلامي؟ ليس لدي، عندي تراخيص جريدة، ولكن ليس نية. ستشغلها؟ ليس لي نية بإصدارها بالوقت الحاضر. ستصدرها بعد لو تركت الوزارة، ولا ما عندك نية تدخل فيها؟ ما في نية، لأنه إذا أنا علي أني أبني على علاقة طيبة مع الجميع، ليش لحتى أكون أنا طرف بالإعلام؟ أنا بدخل منافسة مع الإعلام اللي هن أصحاب أقلام تاريخية وجرائد بلبنان. هل يمكن أن يصدر قرار بلبنان يحرم على من يعمل بالسياسة امتلاك الإعلام؟ لا أعتقد هذا الأمر وارد. وارد؟ لا أعتقد هذا الأمر وارد الوقت الحاضر. يعني أليس يعني مفيدا أن يكون وارد؟ يعني ربما يكون لدينا ورشة داخل الحكومة للنظر بقانون الإعلام بشكل عام، ولكن أقول لا أريد أن أتطرق إلى الموضوع بالوقت الحاضر، لأنني لا أريد أن أمس الحرية، ولا تكون أي رسالة أنني أمس أي حرية. لا مانع من أي سياسي أن يكون لديه جزء إعلامي، فهذه أنا إذا منعت فأنا عم بوضع موانع. أنا لا أريد أن أضع موانع أمام الحرية. كل إنسان أن يكون بما يراه مناسبا، ولكن طلب له أن يكون موضوعي بأرائه وبنظرته وبحبه للبنان. دولة الرئيس، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وأنا كتير بتشكر الحقيقة تحت لي هالفرصة، وسلامي اليوم بالشاشة العربية لكل الأخوة العرب، وبدعيهم إن شاء الله أنه نشوفهم كلهم في لبنان بالصيف،
وبقول له بقول انه حيكون في عنا نوع من ارقام ساخنه داخل السراي اذا في اي امر بحب يردوا الاخوان العرب بيعتبروا كانهم هنا في بلدهم وبين اخوانهم. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك.